بالنبي وزير المعتدل والله مبشرنا هذا ربي كامل يعني ما يقول سلامتنا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكرنا بأجواء الملاعب. نحن المجموعات الشبابية والجروبات هذه نحن الحقيقة نحترم أنها نزلت الشارع وأنها كانت كما على شكل تيوتران تاع الأهلي والزمالك في مصر. اليوم الحقيقة يعني تغيب كل الكلمات. حسينا موقفك من النهضة أخوي، سمعنا بيك البارح مع النهضة أخوي، برر موقفك. صح ظهروا النهضة هما البارح مع هما الكلاب العربي صحاح، عرفتهم الكلاب العربي يجريوا في مصبات الزبلة هما كيك، فهمني لازمنا نحيهم بالرسمي. معناها كيف باش نحكيو أمور أبار عملاء، معناها كيما الحزب هذاك الغوبريزون با، معناها ما يمثلناش نحن كشباب. نحكي معنا بالعربي جملة، نجم نحكي معك بأي لغة بالرسمي، ما يمثلناش جملة. نحن أخويا نحبوا بالرسمي، نحبوا فما بارتي بوليتيك جون في تونس تمثلنا، وهي اللي تحكي على اللي جون في تونس. احنا مانيش دي بوليتيسيان، اما زاد ما يمثلنيش ديناصور. انا عمره 80 كان يخرج مع الليسا، مانيش فرد مشاكل انا وياه، ومانيش فرد معناها مخ. نحبوا ناس يا خويا، نحب نشوف رئيس تونسي عمره 45 سنين ولا كيما نتاع المسيح، نحب نشوف وزير عمره 30 سنين. يزي يا خويا من وزير ما نعرفش انا عمره 200 ورئيس عمره 300. لا ننافس الاخرين بلغه الارقام والاعداد، لغة الأعداد والأرقام لا تحددها الاعتصامات والمظاهرات، وإنما تحددها صناديق الاقتراع فقط. تواجدك اليوم يعني العمال المعتصمين هنا المساندين الشرعية، ما هي الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى المواطنين؟ رسالتي هي رسالة الوحدة الوطنية ورسالة الحوار الوطني ورسالة احترام إرادة الشعب. من كان يؤمن بالانتخابات وبإرادة الشعب عليه أن يحترم هذه الإرادة، ولا نقبل بأي عقل يعني العقليات الانقلابية
انتهى. نحن اليوم لهنا، نحن لنا نهضة، لنا حتى طرف سياسي في المعادلة ذي. نحن لهنا باسم ثوار القصبة، باسم اللي خرجنا في القصبة واحد والقصبة اثنين والقصبة ثلاثة ومعتقلين القصبة ثلاثة اللي اعتقلوا على يد الباجي قايد سبسي. نحن نرفض انه يعود النظام البائد، نظام الذي قام على الشعب اكثر من 56 سنة. هذا النظام لا مجال انه يرجع، هذه حاجة. ثاني حاجة، نحن مع الشرعية، ليست شرعية النهضة بل شرعية المجلس التأسيسي التي خاض فيها هذا الشعب التونسي أنزه انتخابات في العالم. Thank you.